بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة على 3 أنواع شبيهين ببعض في أنواع الداتا تايب بتاعتي أو الفاليديشن في الداتابيس. أول حاجة هنتكلم عنها نوع الألفا. الألفابيتك أو الألفابيتك كاركترز هي حروف فقط، تمام؟ فبالتالي أنا عندي اسم الدولة، أنا عايز حروف فقط، فممكن بدل ما أقول string يكون فقط حروف أبجدية، هقول الفا بالشكل ده. طيب تعالى مثلا نروح نقول اسم، هنحط مثلا ايجيبت وليكن، خلينا نعمل اد، لاحظ هيتضاف. طيب تعالى نحط اسم ورقم او حرف ورقم بالطريقه دي، لاحظ هيقول لك ايه؟ هيقول لك ان هو لابد يكون حروف، فبالتالي الالفا عرفنا. طب الالفا داش، عندي حاجه اسمها الالفا اندرسكور داش بالشكل ده، هنا بيعني ان هو بيكون حروف وهايفن او داش واندرسكور. ازاي يعني؟ ممكن اقول مثلا ايجيبت اندرسكور بالشكل ده كده هيقبلها، هاجي اعمل اد، مفيش اي مشكله. طيب لو قلت حط مثلا معايا، احط مثلا صفر او رقم او اي ارقام، لاحظ هيقول لي ان هو قبلها، تمام؟ لان هي اخد معاها النمرك وكمان اخذ الاندرسكورز، تمام؟ طيب اذا بالشكل ده. طيب لو قلت هايفن وكمان حروف بالشكل ده، هنعمل اد، لاحظ هيقبلها، مفيش مشكله. طيب عندي بقى الفا، لو رجعنا للالفا، طبعا احنا حطينا قبل كده الفا والفا داش، هيبقى عندنا الالفا نم بالشكل ده، اي ان هي تكون الفا نم او حروف وارقام فقط، مفيش اندرسكور ولا اي حاجه. طيب تعالى نشوف مع بعض زي ما احنا عاملين كده، نعمل اد، لاحظ هيقول لي لابد ان هي تحتوي على حروف وارقام، فبالتالي لو قلت مثلا ايجيبت 1 هيقبلها، مفيش اي مشكله خالص. لكن لو جيت قلت مثلا ايجيبت اندرسكور اي كلام تاني، لاحظ هيقول لي ان هي لابد تكون حروف وارقام. نقف لحد كده، نشوفكم في درس جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.